share everything. The twin sisters? أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك. يا أختي كاميلا، معقولة علي دياب داخل عليا؟ أنتي عاملة عشاء حبيبتي؟ نعم. لا طبعا يا علي، من إمتى بعمل عشاء؟ عندك جوه جبنة ولا عيش في التلاجة؟ جبنة وعيش؟ طيب. انتي اتعشيتي؟ في ايه يا علي؟ مالك؟ شكلك ما اتعشيتيش. ادخلي انتي ريحي جوه وانا هحضر لك العشاء واجيبهولك لغاية عندك. نعم؟ بقولك هحضر لك العشاء واجيبهولك لغاية عندك في السرير ونتعشى انا وانتي مع بعض. يا علي مالك يا حبيبي؟ انت بتاعتي كبت على نفوخك ومسخناك ولا في ايه يا علي؟ ايه اللي مزعلك حبيبي؟ بالعكس انا مبسوط جدا. مبسوط جدا، ربنا يبسطك كمان وكمان. طيب وانت هتعرف تحضر العشاء؟ طبعا هعرف، ولو ما عرفتش هطلب احلى واغلى اكل في الدنيا واجيبهولك لغايه عندك. نفسك تاكلي ايه يا حبيبتي؟ هتطلب اكل من بره ونفسي اكل ايه؟ مين توجذر؟ لا انا كده ممكن يغمى عليا. بعد الشر عليكي حبيبتي، ان شاء الله. انا يلا يلا ادخلي الاوضه ريحي كده وانا هجيب لك الاكل لغايه عندك. مش عارفه يا علي، مش قادره اتحرك من الفرحه، حاسه ان انا اتشليت. انت عارفه انا جايه على بالي حاجه. خير يا حبيبي؟ نفسي اشيلك. نفسك؟ ده انت ما عملتهاش ليلة الدخلة يا علي. طب شيلني علي، شيلني شيلني حبيبي، يلا شيلني علي شيلني. في ايه علي؟ في ايه علي؟ في ايه؟ اللمباجو. اللمباجو، معلش. ما هو الواحد ما بياخدش كل حاجة، معلش. على الأقل انت أخدت من عمرو دياب الايس كاب بتاعته والجاكيت. والجاكيت، صح صح. طب يا علي قوم انت بقى حضر العشاء. حضر العشاء. اللمباجو اللمباجو. يا حبيبي الحمد لله، كان نفسي اتشال بس يلا لقيت قصيره الحمد لله. هيطلب عشاء؟